تواصل اللجان البرلمانية في مجلس الأمة عقد اجتماعاتها اليومية لبحث ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة على جدول أعمالها، بالإضافة إلى تكليفات المجلس لها. نعم، وخلال اجتماعها أعلنت لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية عن نية الجهات المعنية عن تخصيص مساحة ما يقارب ب 150,000 متر مربع لمبادر الصندوق الوطني للتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية هذا الأسبوع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور عدد من الجهات المسؤولة والمعنية بتلك اللجنة. أحد أهم اختصاصات لجنة حقوق الإنسان هو تلقي الشكاوى والملاحظات حول الممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية ومتابعة دور الأجهزة الرسمية بخصوص مبادئ حقوق الإنسان. لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أعلنت عن نية تخصيص لمبادري الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة ما يقارب 150,000 متر مربع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية. الأراضي الصناعية اللي ممكن يتم تخصيصها من الهيئة العامة للرعاية السكنية إلى الصندوق، وأيضا هيئة الصناعة ووزير التجارة اللي هو الخاص والمسؤول عن الهيئة العامة للصناعة وتخصيص الأراضي للصندوق. مبدئيا وحسب ما يعني تم مناقشته في اللجنة، هناك الآن مساحة 150,000 متر مربع موجودة في الهيئة العامة للرعاية السكنية، سوف يتم يعني التعاون مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وتسليمها للصندوق. هذا وسوف تستكمل عدد من اللجان البرلمانية اجتماعاتها العادية في الأسبوع المقبل لبحث ومناقشة ما هو مدرج على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.